السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور علاء عطية من قناة العلوم الصيدلانية. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على حاجة جميلة خالص، بحث منشور في 31/3/2018. البحث دوت من بريطانيا، تم نشره في موقع البي بي سي. البحث دوت بيتكلم عن القوة الخفية في التئام الجروح عن طريق استخدام السكر. السكر في علاج الجروح دي حاجة جديدة، يعني غريبة شوية، مش غريبة بالنسبة لموسيس موراندو اللي هو من زيمبابوي. بيقول ان انا لما كنت طفل صغير بيحصل لي جروح، كنت بحط الملح على الجروح ديت، والملح كان بيساعد على الالتئام. وفي مرة انا اتلخبطت وحطيت سكر بدل الملح، لقيت ان الشفاء بتاع الجروح اسرع. موراندو سافر بريطانيا، ولما سافر بريطانيا اشتغل في النظام الصحي الوطني البريطاني، اشتغل كممرض وترقى لحد ما وصل لكبير الممرضين وبقى محاضر دلوقتي. في سنة 1997 لقى ان السكر لا يتم استخدامه مطلقا، ففكر ان هو يستخدموه رسمي. موراندو بدأ بدراسات تجريبية أولية بتتركز على تطبيقات السكر في التئام الجروح، وموراندو فاز بجائزة من مجلة العناية بالجروح في مارس 2018 لشغله دوت. بيقول إن في بعض أجزاء من العالم ممكن يكون الإجراء دوت أساسي لبعض الناس اللي ما معهمش فلوس المضادات الحيوية، أو مش ما عندهمش المقدرة إن هم يدفعوا فلوس المضادات الحيوية. وبرضو على فكرة الموضوع دوت مهتمين بيه في بريطانيا، لأن ممكن بعض المضادات الحيوية حصل لها مقاومة، فاستعمال السكر يجيب نتيجة، لأن هو ده اللي بيقولوه. لأن بمجرد الإصابة بالجرح ممكن المضادات الحيوية ما تجيبش نتيجة. كل اللي علينا فعله عشان علاج الجرح بالسكر هو ان احنا نجيب السكر ونصبه بكميه كبيره على الجرح، وبعد كده نحط شاش ونلفه بيه وبلاستر. حبوب السكر بقى، الفكره نفسها او الفكره نفسها بتاع شغل السكر ايه هو؟ حبوب السكر بتمتص اي رطوبه موجوده في المكان. الرطوبه دي هي اللي بتسمح للبكتيريا بالنمو والازدهار. بدون البكتيريا الجرح هيشفى بسرعة إن شاء الله. بالتالي فعند وضع السكر بكمية على الجرح، فإن السكر يقوم بامتصاص الرطوبة اللي حوالين الجرح، وبالتالي البكتيريا مش هتلاقي الرطوبة اللي هي تقدر تنمو وتزدهر فيها، وبالتالي الجرح هيلتئم بسرعة إن شاء الله. في مجموعة من الدراسات دعمت نتائج موراندو. الدراسات دي كانت من جميع أنحاء العالم، وهو على فكرة الناس بتبعت له ايميلات بخصوص الطريقة العلاجية ديت، وهو بيرد عليهم وبيتابع معاهم عشان يدعم البحث بتاعه اي مكان في العالم. وموراندو دلوقتي بيواجه معركة شاقة جدا لجعل العلاج بالسكر هو العلاج الرسمي، لان الشركات الطبية لن تساعده في هذه الابحاث، لأنها ليس لديها الكثير لتكسبه من دفع مقابل الأبحاث إلى شيء لا يمكن أن يكون براءة اختراع. ده اللي مكتوب في الموقع. الموقع هو زي ما احنا شايفين موقع البي بي سي، The Hidden Power, The Hidden Healing Power of Sugar، القوة الخفية للعلاج بالسكر. كل اللي احنا زي ما انا قلت لكم، كل اللي احنا بنعمله بنجيب سكر وبنحطه بكمية على الجرح. نوع السكر بقى المستخدم في العلاجات ديت بيكون النوع العادي او المحبب اللي احنا بنحلي بيه الشاي عادي جدا، ومفيش فرق ما بين ان احنا نستخدم السكر بتاع قصب السكر او البنجر او اللي هو زي ما بيقولوا الشمندر. وفي دراسات اظهرت ان سلالات بكتيريا قد نمت بتركيزات منخفضة من السكر، ولكن تم منعها بالكامل في النمو في تركيزات اعلى. يعني احنا ما بنحط سكر بتركيزات قليله، لا، ده بيساعد على نمو بكتيريا بتتغذى عليه. لما بنحط تركيزات عاليه من السكر، السكر بيسحب الرطوبه، فما ما بيبقاش فيه رطوبه لنمو البكتيريا.
الدراسات بقى اللي عملها موراندو شملت امرأة كانت كانوا مستعدين خلاص واخدين المقاسات لبتر رجليها، وهي كانت مصابة لمدة بقالها 5 سنين، وقال لهم موراندو طب اغسلوا الجرح وحطوا سكر عليه، وتم تكرار الأمر. والحمد لله لحد دلوقتي المرأة ولحد دلوقتي الحمد لله السيدة دي لديها ساقيها، لم يتم بترها، وطبعا المقال لم يذكر إذا كان الجرح لسه موجود أو شفي تماما. وطبعا زي ما احنا قلنا ان الموضوع دوت عشان للناس اللي ما بتتحملش تكلفة المضادات الحيوية. في المجموع لحد دلوقتي نفذ موراندو دراسات سريرية على 41 مريض في المملكة المتحدة، ما نشرش النتائج بتاعته، ولكنه قدمها في المؤتمرات الوطنية والدولية. وكان احد الأسئلة التي اجاب خلالها بحثه هو هل اذا كان يمكن استخدام السكر في مرضى السكر اللي عندهم قرح في الساق او القدمين. طبعا احنا عارفين ان مريض السكر اذا اصيب بجرح في قدمه بتبقى مشكلة كبيرة، فاذا احنا عالجناه باستعمال السكر ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا السكر موجود على هيئة سكروز، وعشان يمتص في الدم ويدخل ويرفع نسبة السكري في الدم، فهو لازم يكون على هيئة جلوكوز. وبالتالي فإن عشان نحوله من السكروز إلى الجلوكوز فهو بيحتاج لإنزيمز، الإنزيمز دي بتبقى موجودة في المعدة، فإذا اتحط على الجرح الخارجي هيبقى موجود بصورة سكروز، مفيش الانزيمز اللي هتحوله للجلوكوز، وبالتالي لن يقوم برفع معدل السكر في الدم. طبعا الجميل في الامر دوت ان بالاضافة لان العلاج بالسكر دوت علاج رخيص، فقد مم فان برضو بيلاقي اهتمام ان ممكن مع ازدياد الناس في استعمال المضادات الحيوية، فدوت هينتج انواع من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الموجودة أو المعروفة، مما يجعل العلاج بالسكر لأنه بيشتغل بميكانيزم تاني أو بشغل تاني خالص عن شغل المضادات الحيوية، اللي هو بيمنع الرطوبة عن البكتيريا، مش بيأثر على جدران الخلايا أو الحاجات التانية اللي بتشتغل بيها المضادات الحيوية. والفيديو دوت زي ما احنا شايفين كده اهوت، ده جرح كبير ده في الكلب. انا بس اعرفكم ان هو جربوا الموضوع في الكلاب اهوت، وحطوا السكر اهو زي ما احنا شايفين معانا اهوت، بيبدأ يحط السكر والجرح بيبدأ يلتئم ستيب باي ستيب اهوت، متصور يوم بعد يوم علاج الكلب بالسكر لحد لما يتم يشفى تماما ان شاء الله. اهوت شوجر هيل وونز فاستر ذان انتيبيوتيك. وزي ما احنا شفنا كده ازاي ممكن استخدام السكر في علاج الجروح يكون احدث الصيحات العلاجية ان شاء الله. البحث تم نشره في 31/3/2018، قريب مش بعيد، وانا هسيب لكم اللينك بتاع المقال في رابط الوصف، واتمنى ان انتوا تكونوا قضيتوا وقت مفيد وسعيد. صلوا على الحبيب، القلب يطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.